ما قالته إلهام شاهين من فكرة أنا لن نسمح لإهانة الفنانين المصريين من أي حد تاني، أعتقد كانت صرخة مش بس مقصود بيها هذه القضية. وجه عام، هل حضرتك حاسة إن إحنا كفنانيننا بيتهاجموا بشكل مبالغ فيه؟ ولا إحنا فعلاً بندي الفرصة لده؟ لا أنا مش شايفة إن فنانيننا بيتهاجموا. تهاجموا في ايه؟ احنا فنانين، احنا فنانين اهم من اهم فنانين العالم العربي ومشرفين بلدنا ومشرفين العالم العربي، يعني ما افتكرش يعني الا لو في ناس كده. بس بمناسبه الموضوع بتاع كبرت وما كبرت، طب هي ليه ما قالتش على سعاد العبد الله وحياه الفهد انهم كبروا قوي وما يصحش هزارهم؟ سعاد العبد الله دي كانت بتعمل دور السندريلا من 30 40 سنه، دلوقتي اصبحت بتعمل دور الجده وكبيره، وكذلك حياه الفهد كبروا قوي 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 يعني. هي تقدر تفتح بقها تقول كده؟ تقدر؟ ما تقدرش.